خلينا نشوف تقرير يتحدث عن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، بعد راح نفتح الحوار مع رئيس النادي. جديد تسلل إلى قلوب ملت الانكسار، فأعاد البهجة لأيام أولئك المنتظرين، وأحيا في قلوبهم نبض جميل. خذلوا وخذلوا كثيرا حتى أتى ذلك الرجل وترجم أحلامهم لواقع يعيشونه. قال لهم ذات يوم: لا تقفوا على الأطلال كثيرا، فالخفافيش دائما ما تسكنها، والأشباح تعرف طريقها. ولا تنظروا إلى الأوراق التي تغير لونها وبهتت حروفها وتاهت سطورها بين الألم والوحشة، وسوف تكتشفون أن هذه السطور ليست أجمل ما كتب، حتى ظهرت وبانت شمس النصر وردد العشاق: ما ينسى كبد قلبي وهو يا حبيبي بيتك، ترى من حب حد مثلك على فرقه ما يقدر، على فرقه ما يقدر. على فرقه ما يقدر، على فرقه ما يقدر. تظن نصبر على بعدك، وانا من قلبي حبيتك، الا يا مصعب الغربه وصعب اني انا اتغير، وصعب اني انا اتغير. فيصل بن تركي شاعر مع وقف التنفيذ حاليا، لكنه مهندس عالمي يقود فريقا عالميا أحسن ترتيبه. واجه من الصعوبات ما الله به عليم، لكنه صمد كالجبل، واقف في عزته وفي وقوفه، وما طاح من هزة ولا هزته ريح. في فترة سابقة تخلى عنه الجميع ظنا منهم أنهم سيسقطوا، لكنهم تناسوا أنه ولد واقفا، وأهداهم شعرا: ما أبي أسمع رجاوي، ما أبي أسمع حلوف، كل عاشق يخطي مرة وانت تخطي بالألوف. ما أبي أسمع رجاوي، ما أبي أسمع حلوف، كل عاشق يخطي مرة وانت تخطي بالألوف. ببتعد ببتعد وهذا قراري، ما على مثلك حسوب، ما على مثلك حسوب، ما على مثلك حسوب، ما على مثلك حسوب. إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان يجمع اليوم أوراقه ويرحل فلديك الغد، ولا تحزن على الأمس فهو لن يعود. أما نحن نرحب بضيفنا العزيز على طاولة كرة وعريس الغد. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
تركيش ديت كورة.